لماذا كل هذه المسرحية التي كان بطلها المخزن المغربي؟ ولماذا كان لقجع يتماطل في المشاركة في شان 2023 مع علمه المسبق بأن الجزائر لن تتراجع عن قرارها السيادي؟ معظم المغاربة لم يستوعبوا أساليب المنتهجة من طرف دمية المخزن، ولماذا الدولة الجزائرية أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران المغربي؟ في تاريخ 22 سبتمبر 2021 قرر المجلس الأعلى بالجزائر إغلاق المجال الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية. الإغلاق الجوي لم يأتي من العدم، بل جاء بعد سلسلة من انتهاكات وتراكمات من طرف المخزن، أعمال وصفتها القيادة الجزائرية غير ودية وعدائية وذنيئة. البداية كانت بالاتفاق المغربي الإسرائيلي وتطبيع مع الكيان الصهيوني في 10 ديسمبر 2020، يليها قيام السفير المغربي في الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بدعم ما يسمى بحركة الماك المصنفة إرهابية وطلب استقلال منطقة القبائل من الجزائر. 18 جويلية 2021، موقع ميديا بارت يفجر فضيحة مدوية مفادها أن المغرب استخدم برنامج بيكاسوس الإسرائيلي للتجسس ضد مسؤولين وشخصيات جزائرية وحتى مواطنين. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب في 13 أوت 2021، واتهامه الجزائر بالقرابة مع دولة إيران، وكذا شن الجزائر حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب. كل هذا أدى إلى تفاقم العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، ولكن السبب الرئيسي يعود لأن الجزائر منعت تحليق الطائرات الإسرائيلية في مجالها الجوي، لكن إسرائيل كانت تستعمل طائرات بتسجيل مغربي، فاضطرت الجزائر إلى غلق كلي لمجالها الجوي مع المغرب. فماذا أراد فوز لقجع؟ لقجع حاول كسر قرار الدولة الجزائرية بدخوله إلى الجزائر في رحلة مباشرة، وهذا لن يتحقق له حتى في أحلامه. فقام بجمع جل اللاعبين المنتخب المغربي المحلي في المطار أمام أنظار كل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيانا إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتيبي، لكن سحره انقلب عليه بما أن الدولة الجزائرية وفرت كل شيء لمشاركة المنتخب المغربي في شان 2023. في الأخير ما عسنا أن نقول: يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. بيدق المخزن لم تكن له النية منذ البداية في المشاركة في منافسة القارية، وراد أن يطبق أجندة أسياده، لكنه فشل كالعادة. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.